بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. هنعيش النهاردة مع اصغر المخلوقات، مع اصغر الخلايا النباتية اسمها البكتيريا. والبكتيريا في الواقع ممكن تكون ضارة جدا، وايضا ممكن تكون مفيدة. فأنواع البكتيريا هي اللي بتعمل أمراض زي السل، الجزام، مرض النوم، مرض السفلس، مرض الطاعون، مرض الجمرة الخبيثة، جميع أمراض الالتهاب الرئوي بأنواعها، التهاب الجيوب، التهاب اللوز، الالتهاب الصديدي، التهاب الكلى. لكن أيضا ممكن تكون مفيدة. يعني اللي بيخمر لنا العجين هي البكتيريا، واللي بيخمر الزبادي هي البكتيريا، واللي بيصنع كل أنواع الخمور بأشكالها والأنبزة والمشروبات الكحولية كلها برضو البكتيريا. أصناف الجبن الفرنساوي اللي هي الروكفور والكامنبير والحاجات دي أيضا بيصنعها الفطر ويصنعها البكتيريا. طبعا من زمان قوي واحنا بنخمر العجين، لكن ما نعرفش ان اللي بيخمره بكتيريا. من ايام الفراعنه كانوا يخمروا العجين، لكن حكايه البكتيريا ان هي اللي بتخمر، وهي اللي بتعمل الزبادي، وهي اللي بتعمل الخمور، دي معلومات عرفناها مؤخرا لما اكتشفنا البكتيريا. وفي الواقع صنفوا البكتيريا حسب شكلها الى انواع، فقالوا الكروية والعصوية والسبحية والعنقودية، وقال لك البريمية سبيروكيتا اللي بتعمل السيفلس، وقال لك ذوات الأهداب وذوات الصوت يعني الكرباج، بارانيما، تريبونيما اللي بيعمل مرض النوم. أيضا صنفوها حسب التنفس، قال لك بكتيريا هوائية بتحتاج لأكسجين، وبكتيريا لا هوائية تعيش من غير هواء خالص. غريبة انك تلاقي انواع من الحياة تعيش من غير هواء، لكن ما تعيش من غير مية. مية شيء ضروري لجميع الاحياء. من الحاجات العجيبة اللي اكتشفوها اخيرا في قاع المحيط على بعد كذا الف ادم في الاعماق، اعماق ايه؟ اعماق ظلمة كحل ما بتوصلها الشمس، فلقوا فيها انواع من النباتات الراقية الملونة. طب ودي بتعيش ازاي؟ احنا نعرف ان النبات الراقي ده لازم يتنفس عن طريق التمثيل كلوروفيلي وكلام من ده. اكتشفوا ان هذه النباتات مشغله البكتيريا عندها طباخين. ازاي؟ في انواع من البكتيريا تعيش في قاع المحيط وبتتنفس وتعيش وتعمل الطاقه بتاعتها مش من الاكسجين، لان ما فيش اكسجين ولا شعاع شمس بيوصل ولا اي حاجه، ضلمة كحل. إنما بتعيش إزاي البكتيريا دي؟ بتعيش من غاز كبريتور إدروجين، ده غاز سام بيطلع مع الينابيع الحارة في قاع المحيط، تاخد غاز كبريتور إدروجين ده هيدروجين سلفايد وتعمل تعاملات معاه كيماوية وتحوله إلى مواد غذائية وتسلمه للنباتات، أكنها بتشتغل طباخين عند النباتات دي. فطبعا الفكرة اللي طقت في دماغ الراجل العالم قال لك الله، طب ما انا كمان اشغل البكتيريا عندي. يشغل البكتيريا فعلا، طلع علم جديد خالص، التكنولوجيا الحيويه والبايو انجينيرنج،
دلوقتي بنحاول نشغل البكتيريا ونوظفها. بنشغلها في ايه؟ في أغراض الكنس والنظافة، في تنقية مياه المجاري، في توليد الغازات. اتضح انها بتطلع غازات زي البوتاجاز، ممكن تستعمل في اشعال المواقد او تدور الموتورات. وفي الهند والصين دلوقتي مشاريع بيسموها البيوجاز، وكذلك في القرى المصرية ايضا. اكتشفوا ان ممكن البكتيريا تصنع نوع من السوائل اللزجة، دلوقتي بتحقن في آبار البترول عشان تزود سيولة النفط. أيضا استعملوا بكتيريا تصنع لهم البلاستيك، وبكتيريا تولد الكهرباء، وابتدوا يتدخلوا في الفورما البيولوجية الشفرة الوراثية بتاع البكتيريا من نفسه، ويغيروا فيها لغاية ما عملوا بكتيريا تصنع إنسولين، ودلوقتي بيعملوا بنكرياس صناعي ومضخة إنسولين بتعتمد على بكتيريا. حاجة غريبة أوي يعني. ياريت نخش على الفيلم دلوقتي ونشوف العجائب دي إزاي، إن دلوقتي بيوظفوا البكتيريا، بيشغلوها كناسين وزبالين وطباخين، وبيتصنع لهم البلاستيك، وبيتقوم عليها مصانع هايلة. دي اللي شايفينه دلوقتي قاع المحيط اللي قلنا مظلم تماما. وشوفوا النباتات الراقية اللي موجودة فيه، نباتات ملونة. طب تعيش ازاي؟ شوف النباتات، اكتشفوا ان هي بتعتمد على بكتيريا. البكتيريا تاخد كبريتور ادروجين وتصنع منه غذاء للنباتات والكائنات العجيبة دي. فقال لك الله، طيب ما احنا بقى نبتدي نوظف البكتيريا احنا كمان. ادي البكتيريا اللي اتكلمنا عنها اللي شايفينها دلوقتي، النوع العصوي اهو، اللي زي العصيان ده، شوفوا بتتكاثر بسرعة ازاي. في يوم او اتنين تبص تلاقي بلايين، عشرات البلايين، كذا الف الف مليون، ابتداء من عصوي واحد. دي مزرعة بيزرعوا دلوقتي البكتيريا، يزرعوها على مواد الإيجار، ويزرعوها على الدم. واللي شايفين هذه مزارع، اهي دي مزرعة على الدم، مزرعة بكتيريا على الدم. دي انواع البكتيريا مكبرة قوي قوي قوي. دي مزارع برضو تانية، ودي مزارع بكتيريا. شوفوا العصويات، أنواع من البكتيريا العصوية بتتحرك عن طريق أهداب. دي مزرعة بكتيريا، مزارع بكتيريا برضو. دي خلايا مصاحبة للبكتيريا، مزرعة بكتيريا تانية. كل دي أنواع من مزارع البكتيريا. البكتيريا هي اللي بتقوم بعملية التخمر والتعفن، وتحلل جميع المواد والفضلات وتحولها إلى سوائل، وبذلك تنظف أرض الغابة مثلا. الغابة بيبقى دايما عليها أوراق وثمار وبتاع، فتيجي البكتيريا تتطوع بعملية الكنس والتنظيف كزبال غير مرئي. أهو الزبالين دول ما تشوفهمش إلا ميكروسكوب، وبيصنعوا أيضا الغازات. شايفين دي غازات، اتضح ان البكتيريا ممكن تصنع غازات. فهنا ابتدوا يعمل مشاريع البيوجاز، بيحطوا جميع الفضلات في خزانات ويضيفوا لها عبوات بكتيريا. البكتيريا تطلع غازات، الغازات تشغل الموتورات اللي احنا شايفينها دي وتولد الكهرباء. وده بيعملوه في قرى الصين والهند، وبنحاول نعمله دلوقتي في مصر. جربنا في قرية البسايسة تجربة للبيوجاز. شوف اللمبة دي بيولعها مين؟ بيولعها بكتيريا، بتشتغل في الخزان الكبير ده، تطلع الغاز، غاز زي البوتاجاز، البوتاجاز بالظبط يعني. العملية دي بيفضل منها سوائل، فوائض بتفضل من العملية دي سوائل، فبيستعملوا السوائل دي سماد، يعني حاجة جميلة جدا. فاللي بيفضل منها بيستعملوا سماد، وبيفضل منها أيضا مواد صلبة
بواقي صلبة زي اللي انتوا شايفينها دي بيحطوا عليها شعير ويعملوا منها مواد مسمنة للبهائم، علف، أعلاف. شوفوا الأعلاف دي يعني البواقي السائلة بيعملوها سماد، والبواقي الصلبة يعملوها أعلاف، والطاقة والغاز يمشوا بيه موتورات، فأكن كل حاجة بتستخدم. العلف ده بيبقى علف مغذي جدا جدا. دي مكعب من الاسفنج بيستعملوه كنوع من العبوة، يعني هيحطوا البكتيريا فين، عملوا عبوات زي ما احنا شايفينها دلوقتي. العبوات دي مليانة بكتيريا، العبوة الواحدة فيها حوالي 10,000,000,000 ايه 10,000,000,000 زبال، اهي دي العبوة دي. يحطوا المكعبات السفنجية دي في المزرعة، فتمص بقى مجموعة هائلة من الميكروبات والبكتيريا وتحتفظ بيها كعبوة اللي احنا شايفينها دي، بنستعملها زي ما احنا عاوزين. قلنا العبوة دي فيها 10,000,000,000. شوف الخلايا المصاحبة دي برضو بتشتغل في الكنس والرش والحاجات دي كلها. حاجة غريبة جدا دي الشيخلية دي، مسؤول نظافة، حاجة عظمة. شوف النقطة دي فيها 1,000,000 زبال. دي المياه بعد تنقيتها بالمكعبات الايه البكتيرية دي، بيسيبوا مية المجاري على مكعبات البكتيرية، فالبكتيريا تنظف مية المجاري وتنقيها، ويطلع الماء النظيفة ايه يحولوها لايه ماء ري. اصبح بيعتمدوا عليها كمان في مشاريع تنقية الماء. شوفوا الخلايا المصاحبة دي، بتتولى عملية التنقية والتنظيف والكنس والرش. دلوقتي في المخابز مثلا عشان يتخلصوا من فضلات العيش، كان زمان بتبقى مشكلة فضلات العجين بتعفن وتعملهم مشكلة، فدلوقتي بعد ما يخلصوا الخبيز هنشوف دلوقتي الفضلات يعملوا فيها ايه. شوفوا الفضلات دي كلها دي يرموها ايه، يحطوا عليها المكعبات بتاع الزبالين دول. احنا قلنا النقطة فيها 1,000,000 زبال مجانا، بيشتغلوا لله في الله، تديهم على قفاهم ويشتغلوا زبالين على طول، ولا يقولوا لك اي حاجة ولا ياخدوا مليم. دي شوفوا كل المكعبات دي، المكعبات دي مليانة بكتيريا شغلتها الكنس والنظافة. بعد شوية الفضلات دي كلها تبقى ولا حاجة، مية سائلة تستعملها في، شوف زي عملية الكنس اللي احنا شايفينها دي. شوف بقى الزبالة دي بتاخد كام وتتأمر، دول عايش تشتغلوا ببلاش. في أدنبرة بيعملوا تجارب عجيبة قوي على الخلايا النباتية، بيزرعوا الخلايا النباتية. هم لاحظوا ان مثلا نبات زي الزعفران بياخد وقت على بال ما ايه يكتمل ويدي المحصول بتاعه، وبعدين البني آدم مستعجل. كذلك الفلفل بياخد وقت على بال شجرة الفلفل ما تطلع القرن الجميل ده، الإنسان مستعجل، فطلعوا طريقة جهنمية، ياخدوا حتة صغيرة من سويق الفلفل، حتة صغيرة دي، ويزرعوا الخلايا. ده غير زرع شجرة الفلفل، دي حاجة تانية خالص. ده خدوا حتة خلي، شوف الحب، حتة الخلية دي، الخلايا دي حيزرعوها. شوفوا بتتكاثر ازاي، بتتكاثر بسرعة عجيبة جدا، وفي نفس الوقت تفرز عصائر الفلفل. بيعملوا بقى طريقة جميلة قوي، يغزوها، يشوفوا هي بتحب تاكل ايه، فيجيبوا لها حاجات اللي بتحب تاكلها، والمواد الكيماوية اللي بتبسطها، و ويحطوها في درجة حرارة مواتية. المكعبات دي السفنج
لما بيحطوها في السائل الخلايا بايه بتلبد جوه المكعب اهي دي المكعب السفنجة والخلايا تلبد جوه وتشتغل مع بعض شغل جماعي اكنها مجتمع خلايا عمال يشتغل ويطلع عصير فلفل عملية جهنمية بالحتة السويق الصغير دي ممكن تعمل ايه شويلة فلفل وعصير عصائر ملهاش اخر شوف بيحطوا عليها الغذاء الظريف ينزلوا لها نقطة نقطة من المواد الغذائية اللي بتحبها شايف المكعبات السودة دي مع الشيشة فيها خلايا الفلفل هم سابوهم بقى من حكاية انه يعملوا شجرة فلفل ويستنوا القرن وبتاع كل ده كلام فارغ ياخدوا خلايا ويعملوا فيها العملة الغريبة دي الخلايا دلوقتي عمالة تشتغل وتطلع عصير بيدوها حقنة ظريفة مواد منعشة عشان تشتغل احسن بتزود العصير اللي بيطلع وتزود نوعية العصير وتحسنه والاخر خالص هيجوا بقى ياخدوا ايه المحصول شوف بياخدوا بالحقنة ازاي السائل الذهبي الجميل ده هو بقى خلاصة الفلفل بدل ما يزرعوا كم فدان يقول لك يلا في لحظة ده حاجة تانية تجربة تانية غريبة اتضح ان الخلايا البكتيريا ممكن تفرز سوائل هنا مثلا حاجة تجربة تانية جميلة قوي على زهرة الألوينكا الزهرة دي بيطلعوا منها دواء لعلاج السرطان الجرام منه $3,000 فابتدوا ياخدوا خلايا من زهرة الألوينكا ويزرعوها برضو زي ما شفنا في حكاية الفلفل عشان يطلعوا العصائر بدل ما يبقى الجرام $3,000 يبقى الجرام $10 شوفوا اللي شايفينه دلوقتي دي اسمها بنوك الخلايا ده بنك في كل علبة دي مكتوب فيها حاجة العلبة دي مكتوب فيها خلايا الألوينكا ده فيها مثلا خلايا الفلفل ده فيها الزعفران كل بنك من دول أكنه مثلا 20-30 فدان شوف بقى العلم تطور ازاي بدل ما الواحد يروح يشتري كام فدان ويقعد يعزق ويروي ومش عارف ايه مفيش يبقى عنده الحاجات الصغيرة دي البنوك الصغيرة دي وياخد الخلايا يزرع وبعدين يستخلص منها عملية خرافية الحقيقة شوف دي متأخدها من البنك شوف بيزرع ازاي الحاجة اللي كانت تتكلف كذا 6 أشهر يقعد مستني المحصول بتحصل في أيام وبتكلفة أقل وحاجة بتحصل على عينه بقى يعني بيشوفها خطوة خطوة شوفوا الخلايا البكتيرية اتضح ان في نوع من الخلايا يعمل مادة اسمها PHB المادة دي شبيهة بالبلاستيك اللي هي الحاجات البيضة دي فخدوا هذا النوع من البكتيريا قعدوا يزرعوه واتضح ان البكتيريا دي تحب انواع من السكر والنشا والحاجات دي فابتدوا يغذوها على السكر والنشا والحاجات دي يعملوا لها ايه يفطروها ويغدوها اخر نظام في نفس الوقت الخلايا عمالة تشتغل وتعمل المادة العجيبة دي اللي هي PHB اللي قلنا مادة شبيهة بالبلاستيك نوع من البلاستيك العضوي مرن جدا وهو ده اللي بيعملوا منه أكياس البلاستيك في السوبر ماركت تخش تشتري أي حاجة بيديك كيس رقيق قوي الكيس ده من مادة PHB والمادة دي بتعملها البكتيريا شوف المصنع هنشوف المحضن بتاع البكتيريا دلوقتي شوفوا المحضن يحاولوا يملوه هنا بقى عبوات بكتيريا ويكبوا عليه بقى الايه المواد السكريه اللي بيحبها وهو يقعد عمال يصنع بروليتاريا بقى جديده خالص من نوع جديد شوف بياكلوه سكر ازاي
طبعا بيوفروا له درجة حرارة مناسبة وآخر جمال. كل ده بيشتغل بلوشي من غير ولا نكل، طلع محصول هائل من البلاستيك. شوف المصنع ده بيطلع على ماس برودكشن، طلع انتاج على اتساع. مين بيشتغل فيه؟ مفيش، المدير ده بس ومعاه اتنين، والباقي كلهم بكتيريا ما تشوفهاش. في نوع تاني من البكتيريا قلنا ان هو يفرز سوائل لها لزوجة خاصة، بحيث لو حقنت في ابار البترول تزود سيولة النفط. الحكاية دي مهمة قوي، لان في ابار ميتة معدومة خالص يمكن احيائها بمجرد الحقنة دي. كان زمان بيحقنوها بالمية، انما دلوقتي مية مين؟ ده في بكتيريا نازلة شغل بيشغلوها تصنع هذا السائل العجيب. هنشوفها بقى قدامنا، ده مهندس بترول. هيشوف تأثير المادة دي في سيولة النفط وجريانه في الشقوق. ادي صورة، شوف النفط بيتحرك لفوق ازاي بسرعة معينة. بتزيد السرعة دي لما يحقنهم المادة اللي صنعها البكتيريا. هيعمل تجربة تانية برضو، هيسيب المادة في الشقوق، فهنلاحظ ان السيولة زادت. شوفوا حركة النفط بتعمل ازاي، شوفوا النفط بقى ايه، طيع يخش في الشقوق. الحركة دي معناها ان البير هيبقى له محصول، تفرق كتير. دي تجربة ميدانية بقى في الميدان، بعد ما حقنوا البير تبص تلاقي الانتاج يتضاعف بفضل مين؟ عمال مجهولين ما تشوفهمش الا بالميكروسكوب. حاجة غريبة. حاجة تانية اعجب، اللي هي انواع من البكتيريا ابتدوا يتدخلوا في الشفرة الوراثية بتاعها. اللي شايفينها دي خلية بكتيرية، والابيض اللي جوه دي الايه بيسموها الشفرة الوراثية او الدي ان ايه، يروحوا شايلين حلقة ومركبين حلقة، يقعدوا يجربوا بقى على ايه الجينات، يقولوا عليها الجينات الوراثية، يشيلوا حلقة ويركبوا حلقة. قعدوا يعملوا تجارب لغاية ما صنعوا نوع من البكتيريا يعمل لنا انسولين. عارفين الانسولين اللي موجود في السوق بيتعمل من الخنزير، فده نوع جديد البكتيريا بتعمله. كمان نوع من البكتيريا يطلع كهرباء، يعني شايفين هنا كهرباء تشغل موتور صغير وترفع ورقة شجر. طيار ده كله طالع منين؟ من خلايا بكتيرية. حاجة غريبة، كل ما يأكلوها أكتر سكر وحاجات تحبها تقوم تزيد قوة الموتور. كل العمال اللي احنا شايفينهم دول عمال عامل خفي. البكتيريا دي يعني عارفين حجمها قد ايه؟ واحد اقل من واحد على الف من الملي. الشاب ده عنده سكر، فبياخد عينة الدم من صباعه وبعدين يختبرها بالشرايح الملونة عشان يعرف نسبة الجلوكوز، هل ياخد حقنة انسولين او لا. اتضح ان هو لازم ياخد. دلوقتي اكتشفوا حاجة غريبة، او نوع من البكتيريا اذا اتحط جوه الدم
يتفاعل مع الجلوكوز ويطلع تيار كهربائي ضعيف. فعملوا عداد جلوكوز معمول من البكتيريا ده. العداد ده هو بيتحط في العرق فيتفاعل مع جلوكوز الدم ويدي إشارة كهربائية. هو ده محطوط دلوقتي جوه الدم، العداد البكتيري ده. الجلوكوز اللي في الدم هيتفاعل مع البكتيريا ويطلع تيار كهربائي ضعيف، يروح لوحدة ترانزستور فتدي إشارة بأن الجلوكوز ارتفع ولازم تاخد حقن. عملوا عملة كمان أكتر من كده عن طريق الوحدات الترانزستور، عملوا مضخة إنسولين بحيث أن الإشارة تروح للمضخة فالمضخة تدي إنسولين. حاجة غريبة أوي، بقت عملية آلية كلها. الولد كل اللي عليه ان هو يحط العداد اللي شفناه ده هو، وعنده مضخة نركبها في الحزام بتاعه، اهي دي المضخة اهي تتظبط، فيسيب كل حاجة بقى. كل اللي بيشتغل دلوقتي الكترونيات، ساعة ما يزيد الجلوكوز بدرجة معينة البكتيريا تدي اشارة كهرباء، الاشارة تروح للمضخة، المضخة تقول اه مظبوط جه الوقت، تروح هي مدية انسولين كده اوتوماتيك. حاجة غريبة اوي، كل ده ايه اللي بيعمله بكتيريا؟ الحاجات اللي احنا شايفينها دي والخلايا المصاحبة الغريبة دي، اشي كنس اشي رش اشي تصنيع مواد جديدة، حاجة يعني شيء غريب الحقيقة. دي ثورة يعني، طبعا دي نسخة جديدة بقى من البروليتاريا. عمال بقى مش هيقعدوا يقولوا كارل ماركس والمانيفستو الشيوعي احنا عمال مطحنين وثورة على البرجوازية وحنكسر المصنع، لا ده عمال هيشتغلوا والصرمة القديمة وببلاش وبالتسخير الإلهي، بالتسخير الإلهي. يعني طبعا دي أرخص عمالة في الدنيا. احنا طبعا قبل كده عرفنا ان في حاجة تانية حصلت في العالم، حكاية الالكترونيات. الالكترونيات انك انت تكلف الالكترون اللي هو اصغر حاجة، الالكترون ما حدش شايفه خالص، اصغر حاجة في عالم الطبيعة، تكلفه بانه هو ايه يجمع ويطرح ويطلع لك اللوغاريتم والجذر التربيعي، وبعدين يبرمج لك الذاكرة ويفكرك مواعيدك ويشتغل سكرتير. كل ده الكترونيات، ما احنا شايفين وظفناها في كل الوظائف دي. عمالة جديدة غريبة جدا، وعمالة ايه ده يسهر بقى 24 ساعة ولا يقولش على اجازة ولا بونص ولا كلام من ده، كل ده عمال بيشتغل بالتسخير الالهي. انا بقف وافتكر آية، سخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه. ربنا بيقول انه سخر للانسان كل ما في السماوات والأرض جميعا، شوف كلمة جميعا، منه، تسخير منه سبحانه وتعالى. وفي القرآن نماذج وأمثلة، القمر والشمس والنجوم مسخرات بأمره، وفي الأرض والفضاء احنا عارفين السحب والرياح بتجري بتصريف ربنا سبحانه وتعالى وبتجيب المطر ومسخرة، الهواء بما فيه اكسجين ونيتروجين، الارض بما فيها مية ومعادن وثروات وحيوانات بنركبها ونستعملها في اللبس والاكل، والنباتات اللي بنستعملها في التغذية بتاعتنا. لكن ظهر اخفى واعجب من كل ده اللي هي البكتيريا والالكترونات، ودي من مكونات الارض. فأصبح صحيح زي ما قال القرآن جميعا، كلمة جميعا دي، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ولسه ده احنا لسه هنشوف عجب، الحكاية ابتدت بس. البقية لسه هتأتي. كنت زمان لما أقرأ القرآن في الآية دي إن ربنا سخر كل شيء، كنت استعجب أقول يا ربي بقى يعني ربنا خلق للحصان ديل عشان احنا نعمل منه منشا؟ كنت بقى افكر فيها كده،
لكن دلوقتي أقول آه طب إيه العجب، ما هو خلق الحصان لنفسه ولنا، ديل الحصان هو وجاهة الحصان وبس، يعملوا منشة برضو وجمال وكده وإحنا بنستعمله، وربنا خلق كل شيء لنفسه ولغيره وللإنسان ما عدا الإنسان، ما خلقوش لحد، خلقه له. ربنا يقول للإنسان في الحديث القدسي خلقتك لي، شوف كلمة خلقتك لي دي جميلة قد إيه، وخلقت الأشياء كلها لك، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له، يعني ما تقعدش تنشغل وتقعد تجمع فدادين وبتاع وفلوس ومئة ألف راس بقر، ما هم دول خدمينك، دول معمولين خدمينك، من هم هيروحوا لك. واحنا شفنا دلوقتي العجب البكتيريا عماله تشتغل في النقطه، مليون زبال بيشتغل مجانا كده بالتسخير الالهي، فبيقول له ما تشغلش نفسك، ما هو دول كلهم لك، ده مخلوقين لك، انما فكر في اللي انت مخلوق له اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يقول له ليس بيني وبينك بين، شوف الموده، ليس بيني وبينك بين، يقول له أقرب إليك من حبل الوريد، أنا أقرب إليك من نطقك، أقرب إليك من نفسك، شوف القرب الإلهي قد إيه. الإسجاد لما ربنا أسجد الملائكة طبعا بالإضافة إلى أنه إسجاد أمر، لكن إسجاد تسخير، الملائكة مسخرة برضو، إيش ملائكة تصريف وملائكة تدبير وملائكة كاتبة وملائكة كل أنه حافظة. إبليس رفض السجود، لكن في الواقع إبليس رغم هذا الرفض مسخر برضه وغصب عنه، لأنه ما زال بيشتغل في الوظيفة اللي ربنا أراده لها، وهي امتحان الإنسان، بيمتحن الإنسان وبيغريه ويغويه غصب عنه. فرغم أنه رفض الإسجاد بالرفض الشكلي، إلا إن معنى الإسجاد وهو التسخير، إن كل واحد مسخر لوظيفته ما قدرش يرفضه غصب عنه، الشيطان بيقوم بوظيفة الغواية وامتحان الإنسان. أنا ساعات بسأل نفسي أحيانا الحكاية حتى إنها تتضاعف لإمتى، يعني واضح إن قوة الإنسان عمالة تتضاعف وتتفاقم تضاعف رياضي زي التضاعف الرياضي اللي يقولوا عليه. شوفوا دلوقتي بدل ما يقعد يشتري مثلا 100 فدان بيعمل بتاع تجربة في صحن كده ويزرع لي مش عارف كذا مليار خلية ويطلع محصول فلفل ومحصول مش عارف زعفران وهو قاعد كده في البتاع في الشقة، حاجة خرافية دي، شيء مش الواحد مش مصدق الكلام ده. أو مثلا بكتيريا تطلع له كهرباء، بكتيريا تنقي مياه المجاري، أو بكتيريا تطلع له بوتجاز وهو قاعد ساكت كده ولا كله بيشتغل بالصرمة القديم. القوة الإنسان عمالة تتضاعف بالتسخير، وبيزداد حاكمية الإنسان وبيزداد غروره، ودي الخطورة. هو الإنسان متصور أن الحاكمية دي اللي فيه صفة ذاتية له، هو مش فاهم ده الحاكمية دي هبة من الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى هو مركبش الجمل بالحداقة والجدعانة أبدا، ده الجمل هو بينيخ من نفسه، ربنا مسخره، بدليل أنه ما بيقدرش يعمل الحكاية دي في برغوت، مع ان البرغوث صغير قد كده لكن ما يقدرش يسخره. فايه المسائل فيها تسخير الهي اصلا، ربنا اودع في الالكترون قوانين بحيث ان انت ممكن تركب على القوانين دي وتستخدمها، وكذلك في كل شيء. احنا لما عملنا طيارة وطرنا بنستخدم قانون الفعل ورد الفعل، وعملنا اسسنا على اساسها المراوح والنفاثات ونطور ونشتغل، فقوانين ربنا وبتركب على القوانين بتاعك. فأكن الحاكمية الإنسان وقوة الإنسان مش مستمدة من جدعنته، مش مستمدة من جدعنته، لكن مستمدة كهبة إلهية، ربنا ادانا إيه المفتاح، ادانا الختم بتاع الإيه الملك. فالواحد متهيأ له الجبارين بقى تهيألهم إن ده بتاعهم بقى خلاص، الجبروت ده بتاعهم والقوة دي بتاعتهم. تبص تلاقي تيجي المفاجأة في الآخر، تلاقي شاه إيران طالع من غير لا ملك ولا حاجة ومعاه 7000 مليون دولار ومش لاقي شقة يسكن فيها، كل ما يروح بلد يكرشوه. طب فين الملك؟ لأن ربنا زي ما بيعطي يسلب،
لأن الملك ده والمفتاح والختم دي مسألة مربوطة بالشكر، فإذا ما شكرتش النعمة تسلب على طول، يعني مش بتاعتك. فهي دي النقطة الخدعة اللي في الموضوع كله، إن الإنسان لما يزداد قوة لازم يفهم كويس إن القوة دي جاية منين، مش من جدعنته، مش من شطارته، مش من حداءة، لا، هذه القوة ممنوحة، ربنا هو اللي سخر لكم، هو ما فيش هنا، كل دور الواحد إنه يكتشف، يدق على الأرض يحط الماسورة فيعرف البترول هنا بس، إنما ربنا حاطط البترول من الأصل. فدي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان يعرف إن الختم اللي معاه اللي بيفتح بيه بيقول افتح يا سمسم ومش عارف ايه، وبيكتشف وبيروح الفضاء وينزل على المريخ ويمشي على القمر، الختم ده مش بتاعه، فلازم يؤدي واجب الشكر، ولازم يعرف انه مش بتاعه، انه ممكن يسلب. وبعدين كلنا بنجرب، الواحد يعني يجي في يوم، حتى اعلم العلماء يجي في يوم ويعجز وبخرف ومعلم ما يعرفش حتى واحد زائد واحد يساوي كام، ويرجع طفل ومن نعمره ننكسه في الخلق، اتسحب منه كل القوى اللي اديتها له. والمرأة الجميلة اللي هي بتجنن الرجالة وبتيجي في وقت تبص لها الوش ده كرمش وبقى حاجة غير ما تضحك خلاص. فطبعا العارف الحقيقي هو اللي لازم يعرف ان اللي في ايده مش بتاعه، ان المفتاح وخاتم الملك ده جاي من الله سبحانه وتعالى، ويظل يعيش على تخوف من مكر الله. هو ده يبقى العارف الحقيقي والمؤمن الحقيقي. ونرجو ان احنا نستفيد من العظة والعبرة ونفهم ونكون مؤمنين حقيقيين. وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.